تحدثنا عن منتخب غانا ما يتعلق طبعا بالمنتخب الغاني والبلاك ستارز. لم يتوقع البعض ايضا خروج المنتخب الغاني من دور 16، ولكن في وجهة نظري هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها المنتخب الغاني منذ سنوات. ماذا يحدث لدى معسكر النجوم السوداء؟ أولا أقول أن نوعية اللاعبين التي كانت موجودة في الماضي مقارنة بالوقت الحالي هو أمر مختلف. فريق غانا كان لدينا مايكل إسيان، ستيفن إبيان، بواتينغ، سولي علي مونتاري، كانوا لاعبين ذوي خصائص مختلفة يلعبون في كبار الأندية الأوروبية في العالم. أما إذا رأيت اليوم بعيدا عن أساموا الذي يلعب في ميلانو في إيطاليا، وربما أندري أيو الذي يلعب في فينرباكشا في تركيا، الباقي يلعبون في فرق متوسطة. لم يعد لدينا هذه النوعية الموجودة في الماضي. عندما تلعب أمام فرق ذات جودة عالية أعتقد أن المستوى الحقيقي سيظهر بالفعل. نحن وصلنا إلى الدور قبل النهائي في الست أو سبع بطولات السابقة. إذا نظرنا إلى الفريق الحالي والفريق السابق ستجد أن هذا الفريق لا يؤهل. طيب لا، ولكن غانا يعني بقالها عدة سنوات بتبحث عن بناء جيل جديد، وتحديدا من بعد بطولة كأس العالم 2014 والجيل الذهبي اللي انت تحدثت عنه. يعني ألا تعتقد أن الفترة طالت على منتخب غانا أن هو يكون جيل جديد يحمل راية النجوم السوداء؟ الأمر كما يلي. في الماضي وأنا أعلم أنك تعلم جيدا هذا، أن غانا تلعب تحت 17 سنة 20 سنة و 23 سنة، كانوا يؤدون بشكل رائع جدا. إذا نظرت إلى اللاعبين الغنيين الذين لعبوا لغانا في 15 عاما، ستيفن أبيا لعب في كأس عالم 1995 ل 17 سنة، ثم لعب في نفس المنتخب 20 ثم 23 ولعب للفريق الأول. كذلك الحال مع سولي مونتاري ومايكل إسيان وأسام واجان وأندري أيو، وكذلك أيضا مع كينغستينغ وديري بواتينغ وبيتر فليكوي، والقائمة تطول. وكنا نفوز، كانوا لا يلعبون فقط، كانوا يفوزون. ولكن انظر إلى 6-7-8 سنوات السابقة، لم نتأهل ولم نلعب بشكل طيب في 17-18-23. كنا نعاني جدا لبناء فريق جديد يستطيع أن ينافس على مستويات عليا. وبالنسبة لي هذه هي المناطق أو المراحل السنية التي يجب أن نهتم بها. هل أحمل مسؤولية الخروج للمنتخب الغاني في هذه البطولة للمدير الفني كواسي أبيا، ولا ندخل في قصة تانية أنت ذكرتها أن الاتحاد الغاني لم ما خدش باله ان هو لابد ان يبني جيل، لان شفنا في المنتخبات فعلا الناشئين زي ما تذكرت ان غانا بتتراجع على صعيد النتائج في المنتخبات الاصغر؟ ممكن النظر اليها من وزاويتين. اولا اداره الكره لديهم خطة، ولكن الخطة لا تعمل كل الوقت بالتأكيد. ولكن إذا نظرت إلى من المنظور الفني، كواسي أبيا كان يتلقى نقدا لاذعا في غانا بعد الخسارة، لأننا تدربنا جيدا لثلاث أسابيع في دبي قبل بداية هذه البطولة، وقال أن كل شيء قد تم توفيره للفريق لكي يؤدي الفريق بشكل طيب في القاهرة. إذا نظرت إلى المباريات الأربعة التي لعبناها، فزنا بواحدة. المباراة الأولى أمام بنين كنا فقراء، والثانية أمام الكاميرون كنا فقراء، حتى مباراتنا أمام غينيا بيساو كرتهم ارتطمت بالعارضة ثلاث مرات وكان من الممكن أن يفوزوا علينا. ومباراتنا أمام تونس كنا أيضا فقراء في الأداء. كواسي أبيا ليس جيدا على المستوى الفني لإدارة الفريق الوطني، لأن أفكاره ليست عالية، أنه ليس على المستوى الذي يؤهله لإدارة الفريق الوطني. نحن نريد شخصا ذو خبرة وذو مهارة وليس كواسي أبيا.